تونس 3000 سنة حضارة. هي في محل رجوع عسلامة، أهلا وسهلا بكم الناس كل معانا في موعد جديد من 3000 سنة حضارة ورحلة مختلفة تماما في الحلقات الأخرى. دكتور محمد حسين فانتر، مساء النور. أهلا وسهلا. ما زلنا ما بديناش نحكي وشنو لقاو في قفصة، شنية التحفة اللي لقاوها، شنية الصنبة اللي لقاوها، شنو الأثر. قاعدين نحكيو على أثر ربما هو الأهم في الأخر في تاريخ الإنسانية، هو الأثر البشري. كيفاش ظهرت الجنائز، كيفاش تصنعت الأدوات، واليوم باش نحكيو على بعض التفاصيل أخرى. ويظهر لي أهم أثر هو الأثر البشري، كيف تطورت حياة الإنسان. نعم. من الإنسان البدائي للهومو سابيانس، للي بعد ابتكر الكتابة ومن بعد شي ابتكر الفنون وغيرها. يعني يظهر لي هذه أجمل جولة في التاريخ نشوفوا هالتطور. نعم، هو الواقع من الإنسان هي تجمع تقول غزوات. الإنسان يغزو الطبيعة، ما في الطبيعة، ويسخر الطبيعة لحاجياته هو، لحياته هو. فهذا الإنسان معناها كان يعيش معناها باش يتقي شر الحيوان الضواري، الحيوانات المفترسة، ولا يعيش في مغارة. مازال ما يصنعش هو بيته، ولكن يستعمل ما هو متوفر حوله، يسكن في مغارة. وأكل المغارة ذكية يحاول يحميها بصخور أو بحواجز معينة. وهو دائما يبدأ يختار المغارات اللي هي عالية شوية باش ينجم يكون أنا في منطقة دفاعية مناسبة. ويعيش في مع عائلته في النهار، يهبط يمشي يصطاد، ولا يمشي يلوج القوت تاع عائلته مع من والناس اللي عايشة معاه. وفي الليل يكن، وفي البرد وفي القر يكن في المغارة، يكون هو في حماية من عوامل الطبيعة. فهذا الإنسان سرعان ما فكر أنه مغارته ضيقة، ما تنجمش تتحمل البقايا متاع المأكل متاعه، فيأخذ ويخرج لبرا حول المغارة. وزاد أيضا ربما أكل فواضل جي حيوانات يلقاو ما يأكلوا وما يدورش بيه، وما يدورش بيه هو. وهو على كل حال في مأمن، ينجم يدافع عن روحه بصفة سواء بالرمح أو الحجر أو اللي موجود عنده، الأدوات التي يوفره هذا له المحيط، أو الواقع مش يوفرها المحيط فقط، يوفرها لقاؤه هو مع المحيط، حواره هو مع المحيط الذي يحيله كيف يعمل، كيف يأخذ حجرة نجم يلقيها، أو يعمل عصا قوية نجم أيضا يضرب بها ويهرب. الواقع لازم أيضا يختار الأماكن المرتفعة. ولكن في بعض الكتابات وبعض الحاجات اللي تلقاو دكتور محمد حسين فطر يقول لك فما الإنسان يعني في قفصة منذ آلاف سنوات ابنى تحت الأرض، مش توقيا زادا من الحيوانات فقط، ولكن توقيا من الحر والقيظ. يعني المنطقة سخونة، كي حفر تحت الأرض لقاها أبرد، وهذه توجدت المغارات. ما غير شك كان هو من أماكن اللي هي من تطمئن على حياته، سواء يكون في تكون مغارة تكون بناها فوق الجبل أو تحت الجبل أو تحت المرتفعات صفة عامة، فيختارها هكذا ليكون مطمئن على حياته. كان في النهار يخرج بشيء يلوج ما يأكل بل كل شيء. كيفاش كان يعيش هالإنسان؟ أعطينا برنامج، احنا توا يقوم يهز صغاره للمكتب، بعد يشد سيركولاسيون، يخلط مخر ساعات للبير، وبعد يخرج يفطر ويرجع. ذي اليوم الكلاسيكي لموظف تونسي عموما، انا نتحدث مع جزء كبير من سواد هذا الشعب. المواطن التونسي في قفصة منذ آلاف سنوات، شو كان بروغرامه في النهار؟ كان يخرج في النهار، اما باش يصطاد الحيوانات اللي نجم يصطادها من بعيد أو من قريب. وكان منها من الأكلات اللي يحبها برشا، كان يحب البابوش، لقط البابوش ينحك اللحوم
وأحيانا يطيبها. أنا ما قضية النار وقتاش تكشفت ما مش معروف بوضوح. أنا شخصيا على كل حال ما نعرفهاش وما قيتش ما يمكنني من معرفة وقتاش بالضبط. قد منها ربما يوم ما سيلقوها وقداش هي النار منها أصبحت تستعمل لطهي بعض الأماكن المأكل كيف المبوش مثلا يطيبوه ويحيلوك اللحوم أو بعض الحيوانات الأخرى اللحوم ما يأكلوهاش نية منها بل يطيبوها. وثبت هذا يعني حتى من البقايا التي هو دائما المعلومة يلقوها في الرماد. الرماد يعطيك شنو كان يأكل الإنسان. هما هذه الأشياء اللي تعيشها هي التي تعطينا إش كان يتغذى. بغشك ما أشياء بتبقاش كما نقول إحنا أعشاب أو غيرها أو ثمار. أما كان يعيش إنسان كان يعيش في بدايته كان يعيش منها على حساب الطبيعة. إيش منها على حساب الطبيعة؟ بقول يعني أما ثمار يقطفها أو حيوانات يصطادها أو يلتقطها ما ينتجش. وربما سنمر إلى مرحلة الإنتاج مرحلة يزرع والتنظم. لكن هكا كأنك رديته فقط غزيرة بقاء تتحكم فيه وقت اللي ما أثبتته يعني الحفريات والدراسات أنه ليه ما كانش مهتم فقط بالجانب هذا يبقي تنهار ويعديش نهار كامل يصطاد وياك اللي خميع مش هياخر هالإنسان. أولا يحاول هو كل ما يقوم به غالبا شيء نعرفه معناها هو يلوج كيفاش يصمد أمام المحيط. فهو دائما كأنه في معناها في موقف دفاع على وجوده أنه كان مهدد ما كانش كما نقولوا عنده برشا إمكانيات باش يتخطى القوى الطبيعية أو يتخطى الحيوانات الضارية. هل كان متنظم في سكنه مثل المتساكن في منطقة قفصة منذ ديما نحكيو على عصور ما قبل التاريخ مازلنا باش نحكيو على الفترة الرومانية والمسابح الرومانية والفينيق هذا كل تنجيو فترة ما احنا في الحلقات الأولى في جولتنا في قفصة حابين نبدلوا شوية هاك نزوكم في جولة اون بري استواغ يعني ونبدلوا المشهد شوية. لا وثم منها قيمتها على عندها بعد عالمي حضاري من في مستوى عالمي مش قضية محلية. احنا الان اصبحنا كيف نقولوا الحضارة القبصية نتحدث على معطى منها اشياء موجودة في كثير من الاقطار الاخرى وتعايش الناس يعني هل كان عايش منفرد يعني كعبتين لنا وكعبتين غادي هل هناك دليل على انه تنظمت هذه يعني الانسان في الفتره هيك يتنظم ما نعرفش على شكل قبائل على شكل محوم يعني والا يعيش منفرد يعيش أولا بصفة جماعية بقى هل عنده فكرة القبيلة أو ما عندوش. ربما كانوا الناس مع بعضهم يعيشوا أنه مش ممكن مش إنسان يعيش فرد وحده حتى باش يتعاونوا على مشاكل يطرحها الوجود يزم يكونوا جماعة باش يدافعوا على أرواحهم ولا باش يبقاوا ويتناسلوا وفهمت. فما واحد منها فرنساوي غابرييل كومبس عمل قصة حسناء قفصة وتصور كيفاش كانت تعيش منها حقيقة خصلها تقريبا يجي 10 صفحات تقريبا كتب كتاب على المرأة في شمال أفريقيا منهم حسناء بدأها بحسناء قفصة فهمت هي منها وانطلق من التمثال الموجود صغير هو ماش كبير برشا وحاول يتشخص هو عالم في علوم مع عصور ما قبل التاريخ وتصور انها كيفاش كانت تعيش المراه هذه اش تمشي اش تعمل في النهار تهز ولدها على ظهرها شنو هي الادوات اللي تستعملهم الادوات اللي تستعملهم مغشك كانوا يستعملوا ايضا القفا مصنوعة من الألياف النباتية
وتهز ولدها من فوق. ما يلزمها كيفاش باش تهز تعمل كي نسيج من من الالياف النباتيه. وهكذا من شيئا فشيئا من وصلنا من قفصة من حضارة قفصة البدائية إلى حضارتنا الآن التي معناها نعيشها. ولولا منها تلك البدايات ما كناش نوصل لهذا المستوى، والذين سيعيشون بعدنا ستكون لهم ربما أدوات غير التي نستعملها اليوم. دي مورغان وهو أحد أبرز يعني من بحثوا في قفصة ومن ومن يعني يقول، وجملة معبرة جدا دكتور محمد حسين فانتر، عالم جديد لم يحظ لم يعي أحد خصوصيته من قبل، يعني لروعة ما اكتشف ولقوة ما اكتشف. وهنا يعني نفهم قيمة الحضارة القبصية أو الحضارة القفصية. اي شوف هو هذا ايضا يدلك على انه ال معنى المحيط جماعة، هناك شعور بالمسؤوليه الجماعيه، انه هذا دي مورغان ما كانش نجم يعمل هذا لو لم تتوفر له الوسائل وتوفر له الوقت، معناها يصبح قادر على ان يتساءل. والإنسان دائما حتى في عندما يعمل على حجرة أو على أي مظهر من مظاهر الحياة هو تقديم الفكر يعمل، وما دام الفكر يعمل فينتج الجديد. مش ممكن إنسان بشي يقعد هكا قاعد يخمم ويجيه الأفكار، الأفكار ما تجي إلا بانطلاقا من المادي، اللامادي لا وجود له إلا بالمادة. واضح. جولة ممتعة جدا كما قلنا، ما زلنا باش نمشيو لبقية الفترات في تاريخ قفصة، وهي فترات هامة وهامة جدا شجعولها بتفاصيل أنه وجدت هذه الآثار ووجدت يعني لمن يريد أن يتعرف أكثر نذكرهم، موجودة جزء كبير من هذه الآثار وهذه المعطيات اللي حكينا عليها في متحف باردو بطبيعة دكتور. النجم يشوفوا الأدوات، يشوفوا اللي حكينا في فترة سابقة على النموذج اللي تلقاه كتقرب لآلهة الماء بين ضفرين من عند الإنسان الغادي، كلهم موجودين في متحف باردو. كلهم موجودين في باردو، في متحف باردو، وموجودين في الكثير منها موجودين في متاحف عالمية. قفصة لها حضور في مختلف المعالم المتاحف التي تهتم بتجميع أدوات الأدوات الحجرية والعصور عصور ما قبل التاريخ. يعطيك صحة دكتور محمد حسين فانتر على كل هذه المعطيات. الجولة في قفصة تتواصل إن شاء الله في حلقاتنا القادمة الجمعة الجاية، الحلقة الجاية عفوا ديما نقول الجمعة الجاية، الحلقة الجاية باش نزوكم للدهاليز، شنو هي حكايه الفقارات هذيا اللي موجوده في قفصه، وشنو كان الهدف نتاعها، وشنو تعمل. تحبوا تكتشفوا الحكايه تابعونا يوميا على اي اف ام احلى راديو من اثنين للجمعه مع ماضي 3 غير 4، تنجموا تشوفونا ايضا على اي اف ام تي في على اليوتيوب. شكرا لك دكتور محمد حسين فانتر. انا حسن بالوعر، سلام عليكم، تقابلوا ان شاء الله في حلقه قادمه ديما من 3000 سنه حضاره على اي اف ام احلى راديو. تونس 3000 سنة حضارة.